المسائل كانت واضحة تتعلق بتأسيس وإدارة فرع للتنظيم الإخوان المسلمين الدولي في الإمارات، وهي مسألة محددة ومحكومة بقانون، يعني في قانون الجمعيات ذات النفع العام. تركزت إحدى التهم على من علم بإنشاء هذا التنظيم ولم يبلغ عنه. القضية الأكبر هي قضية الفلاش ميموري أو الذاكرة التخزينية التي تحتوي على سر دفاعي من أسرار الدفاع في دولة الإمارات. قضية مبنى لجهاز أمن الدولة، يكتشف أحدهم هذا العامل في النادي أو السكرتير في النادي لما كلف من مديره بأن يضيف إلى فلاش ميموري بعض صور أنشطة النادي، فيكتشف أن هنالك شيئا سريا فيعمد إلى ترويجه، فيذهب المتهمون المصريون إلى الإماراتيين لعل هذا يفيدهم. يعني القصة كان فيها قصدية واضحة ودلت الأحراز الأخرى عليها، ودلت اعترافات النيابة وأمن الدولة، يعني الجميع معترف، إلا أنهم حاولوا التسويف والتزوير بين قوسين في المحكمة. الجميل في الإمارات يعني أنه يقبض أمن الإمارات كان قبل يقبض أي أمن آخر في المنطقة. إحنا انتبهنا مبكرا حتى قبل مصر، وقابلنا هذه القصة بالعدل، مش وبمحاكمات تميزت بالشفافية وكل شيء كان مكتوب. كنا نكتب، يعني أنا واحد كنت أغطي لصحيفة الخليج وأنا رئيس التحرير، ولكن في مجلس إدارة وفي صاحب للجريدة وكذا، كانوا البعض يقول أنه يعني خفوا على النيابة، بمعنى أن كنا إحنا ننقل كلام المتهمين كاملا حتى على النيابة. لو مثلا زلت لسان لأحد ممثلي النيابة نذكرها ونقول هذه زلت لسان ويجب وما كان يجب أن تقال. كنا كثير موضوعيين. صح، مهم أن ننتبه أمنيا، مهم أن العدل يطوق هذه التنمية التي نعيش، لكن من الضروري جدا أن نواجههم أيضا بالحوار وتعزيز قيمة الحوار. لذلك إحنا في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، اتحاد كتاب وأدباء الإمارات واتحاد كتاب مصر، اتفقنا على إطلاق منتدى الثقافة في مواجهة الإرهاب، اللي سوف نعقد أول مؤتمر له في أبوظبي في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، وسوف يكون بعد ذلك بالتبادل بين أبوظبي والقاهرة. كما قال الفريق أول سمو الشيخ محمد بن صايد الله يحفظه مرة ومرة، يعني يمكن في العام الماضي، إنه الإمارات تصدر التفاؤل على مستوى المنطقة، وهذا صحيح. فالإمارات تقدم أنموذجا متقدما يعني من الانفتاح والاعتدال والتوازن، وأنموذجا أيضا يوازن بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية. الآن إحنا فاعلون جدا في صميم الفعل يعني السياسي في المنطقة وفي العالم، وهذا مهم جدا.